أنا في أقل من 10 دقايق أنجزت حوالي أكتر من 4 مهمات كان المفروض يبقوا ورايا، بس أنا بماطل إن أنا أنفذهم. تابع معايا الفيديو للآخر وهتعرفي أنا قصدي إيه، ويلا بينا نبتدي في الفيديو. بس قبل ما نبتدي تنسوش اللايك، واللي لسه بيسمعني لأول مرة ياخد جولة في القناة ويرجع يقولي إيه رأيه في القناة والكومنتس من تحت. دخلت النهاردة أعمل قهوة ليا لتاني مرة، أنا بشرب القهوة مرتين في اليوم على فترات متباعدة. دخلت والله في تاني مرة عملت القهوة واكتشفت إن أنا بعمل القهوة في 5 دقايق. أنا من النوع اللي أحب أوطي عليها النار خالص على نار هادية تاخد وقتها، فاكتشفت إن كوباية القهوة بتاخد معايا 5 دقايق من اليوم. طبعا أثناء ما أنا بعمل القهوة ال5 دقايق دول بيعدوا ببطء جدا جدا جدا، وأصعب 5 دقايق تقريبا في الانتظار، يعني الانتظار فعلا وحش فبيعدوا فعلا بمنتهى البطء. طبعا أي حد مكاني أو أنا شخصيا بالموبايل بتاعي وبقف بيه في المطبخ بتسلى، بقى بعمل تشات، بعمل، المهم إن هو يسليني في ال5 دقايق. المرة الأولى اللي دخلت فيها أعمل فيها القهوة كان اكتشفت إن المايكرويف بتاعي مش نظيف، عايز ينضف. اكتشفت إن في مواعين في الحوض بتاعي ما اتغسلتش، وإن أنا أخصص وقت لكل حاجة عشان خاطر أعملها. بصوا المخ بيقف وقتها، يعني أنا لو قاعدة وبقول عايزة أقوم أنضف المايكرويف، لا وقتها هتلاقي بقى حصل زي مخينا كده جاب لحظات حزن على، يعني عارفين اللي هو، لا مماطلة، بيماطل بحزن ومش كده وبس، بيخترع لنا المبررات والأسباب اللي تخلينا نأجل الحاجة دي. انتوا واخدين بالكم؟ لما دخلت أعمل القهوة تاني مرة ما دخلتش بالموبايل، سبته بره و قررت حاجة، هوطي النار على القهوة بتاعتي وتاخد زي ما تاخد. اوكي، اثناء ما القهوة بتتعمل في اليوم كل كوباية بتاخد 5 دقايق، يعني 10 دقايق في اليوم ممكن نحشيهم وممكن نعمل فيهم حاجات بسيطة جدا احنا نبقى مأجلينها وبنماطل في عملها. ايا كان لكم ان تتخيلوا في ال5 دقايق دي انا عملت ايه. نضفت المايكرويف بتاعي تمام، اديته كمان الدورة بتاعة التنظيف الداخلي علشان يشيل اي حاجة، وكمان غسلت المواعين اللي كانت موجودة في الحوض ونظفت الحوض ونشفته كمان، ودخلت الغسيل في الغسالة. كل دول في 5 دقايق. تخيلوا انا لما بعمل كوبايتين من القهوة بتوعي في اليوم كل كوباية بتاخد 5 دقايق، يعني 10 دقايق في اليوم ممكن ايا كان على مدار حياتك انت او مدار اليوم بتاعك انت ايه اللي وراكي وايه اللي بتمطلي ان انت مأجلاه دايما، تقدري صدقيني تعمليه في الحاجات البسيطة دي. لو حاطة مية بتغلي، هتسلقي مكرونة، هتعملي اي حاجة ومنتظراها، اثناء ما انت منتظراها اعملي كام حاجة اللي انت بتمطلي في عملها. صدقوني كمان الموضوع متوقف كمان على المذاكرة، الناس اللي بتذاكر لو انت بتذاكر برضو بلاش تماطل في جو اللي هو هبتدي بكرة، طب هبتدي ساعة كام، مش عارف ايه والجو ده، ادخل على طول في المذاكرة. وانت بتذاكر ابعد عنك الموبايل نهائي، ابعد عنك اي مغريات. انا واحدة من الناس لما كنت بحب اذاكر وكنتش بحب ابتدي اذاكر على طول، كنت دايما في رواية بقعد اقراها، الرواية دي كانت 1111 صفحة، متخيلين؟ كنت بقعد اقراها قبل ما اذاكر، وكانت رواية في منتهى الجمال. طبعا الصفحة كانت بتجيب صفحة، بتجر في صفحة، بلاقي نفسي خلصت أكتر من 50 صفحة ولسه ما بدأتش بذاكر. ده كان طبعا غلط جدا جدا جدا. قبل ما تعمل حاجة ابعد المغريات. ولو انت كمان عايزة تقومي وراكي مثال بسيط، ان انت عايزة تقومي تنظفي البيت، سيبي الموبايل، مش لازم وقت رغي، او مش لازم ان احنا نقعد نتصفح الفيس ونشوف ايه اللي جرى في العالم، والعالم زي ما هو واحنا بس اللي بنتاخر عن الحاجات اللي ورانا وبنماطل كمان فيها. سيبي الموبايل، سيبي ريموت التلفزيون، وقومي شوفي اللي وراكي ايا إن كان انت وراكي ايه. حتى لو مركيش اي حاجه، اعملي حاجه طوري بيها نفسك، اعرفي معلومه جديده، اعملي حاجه تبسطي بيها نفسك. انا بكلمكم وانا
بقالي يومين منقطعة عن أي فيسبوك، أنا الأبليكيشن نفسه مسحته، أنتوا متخيلين؟ لأن إحنا بنضيع وقت رهيب حرفيا في السوشيال ميديا. ففعلا أقف مع نفسك، أعمل أي حاجة تبطل أو تخليك تبطل تماطل في الحاجات المفيدة. تمام، بلاش نبدأ من بكرة، لكن فيديو النهاردة عن المماطلة، نبطل نماطل في حاجاتنا، نبطل نماطل في أي حاجة فيها مصلحتنا وهتفيدنا وهتريح بالنا. أشوفكم في فيديو جديد قريب بإذن الله.